أبراج بتفقد الشغف بسرعة، فجأة تلاقيهم متحمسين وطاقتهم 100%، وفجأة يفقدوا الشغف وما يقدروش يقوموا من على السرير. يا ترى مين الأبراج اللي بتفقد الشغف بسرعة؟ بص يا سيد، أول برج معانا هو برج الجوزاء، اللي فجأة تلاقيه متحمس للحاجة بشكل مبالغ فيها، وفجأة برضو يقفل منها ويفقد الشغف ليها خالص. أما بقى ملك فقد الشغف هو برج الميزان، اللي دايما حماسته بتلفت الانتباه، لكن فجأة بيقفل من الحاجة دي ويقعد في البيت وما يتحركش من البيت غير لما هو يقرر انه يخرج من البيت. أما بقى البرج الحماية، برج الحوت، اللي حماسته ملهاش مثيل، بس عنده مشكلة صغيرة قوي بتخليه يفقد الشغف، وهي عاطفته الشديدة اللي بتأثر في حالته المزاجية. أما بقى برج الدلو، وده آخر برج معانا، فهو برج بيحب الاستقلال والحرية، لكن في نفس الوقت لو فقد الشغف من ناحية حاجة مش هيعملها، وبيفقد الشغف بشكل غير متوقع. يا ترى بقى انت انهي برج من الابراج دي؟